السلام عليكم متابعي قناة مجهول معلوماتي. رغم أن العديد يدعوك لتثبيت مكافح فيروسات على هاتفك الذكي والعمل على تحديثه باستمرار، إلا أننا اليوم قد نسبح ضد التيار، وسأدعوك لعدم تثبيت تطبيق مكافح الفيروسات على أي هاتف ذكي لأربعة أسباب أساسية، والتي ستوضح لك أنك لست بحاجة لهذه التطبيقات في هاتفك، وأن مساوئها كبيرة جدا مقارنة بفوائدها القليلة أو بالأحرى المنعدمة التي تقدمها. أنظمة التشغيل المستندة إلى يونكس هي تدخل دائما في إطار الأنظمة الغير المهددة بالفيروسات، لأنه في الحقيقة نظام لينكس من النادر جدا إصابته بفيروس. ما يحدث في معظم الحالات هو أن المستخدمين يقومون بتحميل بعض التطبيقات المقرصنة التي تحتوي على وظائف معدلة لسرقة البيانات الشخصية والتي لم يتم تصنيفها على أنها فيروس، وبالتالي استخدام تطبيقات الأنتي فيروس ليس له أي فائدة تذكر من هذه الناحية. والذين يستخدمون فقط متجر جوجل يجب أن يعرفوا أيضا أن هناك عدد لا يحصى من التطبيقات العديمة الفائدة على جوجل بلاي، وتجنب مثل هذه التطبيقات هو سبب وجيه لحماية أنفسهم من أي تهديد محتمل. نادرا ما سوف تجد مضادا للفيروسات يحميك بنسبة 100%. معظم التطبيقات التي تمنعها هذه البرامج هي التطبيقات المعروفة، لذلك عندما ستقوم بتنزيل تطبيق غير معروف فالبرنامج لا يمكن أن يتعرف عليه، وهذا يزداد صعوبة خصوصا إذا ما علمت أن جوجل بلاي وحده يملك ملايين وملايين التطبيقات، كما تضاف له الآلاف كل يوم. كن متأكدا من أنك ستعاني الكثير من المشاكل باستخدام تطبيق مكافح الفيروسات، ومن هذه المشاكل تدهور في أداء النظام، عدم الاستقرار في التطبيقات الأخرى، تقليل عمر البطارية بشكل كبير، وقد يحدث تعطل النظام بالكامل الذي ستحتاج معه ضرورة إزالة البطارية لإعادة تشغيل الهاتف، بالإضافة إلى أنه لن تكون محميا من أي شيء. بعض تطبيقات الأنتي فيروس تأتي مع وظائف وأدوات إضافية لتنظيف وتحسين موارد النظام الخاص بك، وهذه هي الميزة الواحدة لبعض تطبيقات الحماية، ولكن يمكنك أن تجد العديد من التطبيقات التي تفعل الشيء نفسه ولا تشتغل في الخلفية أو تستولي على موارد الجهاز. ولتكون أكثر أمانا على هاتفك الذكي يكفي أن تقوم بالتحديثات الضرورية لنظام التشغيل، وأن تكون قادرا على إبقاء الهاتف بعيدا عن الأطفال أو عن أي شخص غير موثوق فيه، وهذا بالتأكيد خطوة كبيرة للحفاظ على سلامة الهاتف وحمايته. ومن الضروري أيضا أن تفهم أنك لست بحاجة لجميع التطبيقات المثبتة على هاتفك، لذلك قم بين الحين والآخر بالإعلان عن عملية التطهير العميق، وترك فقط ما هو ضروري لتجنب أي شيء غير معروف وغير قانوني. خلاصة القول، إذا كنت تريد التحكم في التطبيقات التي يمكنها الاتصال بالإنترنت على جهازك، قم باستخدام برنامج جدار الحماية، سوف تكون أكثر حماية ودون خسارة الكثير من الموارد الغير الضرورية والتي تكون بحاجة ماسة لها، خصوصا إذا كنت تتوفر على هاتف بمواصفات ضعيفة أو متوسطة. وتذكر دائما أن استخداماتك هي التي تحدد أمنك وحمايتك سواء على الحاسوب أو على الهاتف الذكي.